دكتور شلاش السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا. ساك الله بالخير. حياك الله يا أهلا والله. الله يحفظك دكتور. إحنا حديثنا في الاستديو المبارك معي هالضيوف المباركين جايين من الحفر ما شاء الله، الله يجزاهم خير، وحديثنا عن الحفر وأيضا كجزء منها الجمعية، جمعية رعاية الأيتام، لكن أريد حديثك يعني لو تحدثنا عن حفر الباطن بما تريد أن تقوله بهذه المداخلة. تفضل دكتور شلاش. حياك الله أستاذ، وحيا الله جميع الحاضرين والمشاهدين. فعلا كما عبرت طال عمرك بأنه استوديو مبارك، الله يبارك، فكل ما يبث الإيجابية وكل ما يبث العمل المميز هو استوديو مبارك، وهي كلمة مباركة، وهو مقال مبارك، وهو تعبير مبارك. يا سلام. نحن بحاجة اليوم إلى الإيجابية، نستطيع أن نحارب السلبية بالإيجابية. نشر الخير اليوم يقلل الظلام، التشاؤمية لن تحقق لنا شيئا. صحيح. أول شيء نحن في وطن نفخر به ونفاخر، هذا الوطن المملكة العربية السعودية، بلد المؤسسات، بلد العمل المميز، بلد الريادة، بلد الخير لهذا العالم أجمع، ولذلك نفخر بهذا البلد. حفر الباطن جزء من المملكة العربية السعودية. صحيح. ولذلك كل تميز في المملكة العربية السعودية تجد شواهده في محافظة حفر الباطن. أنا أتمنى أن يستمر مثل هذا البرنامج المميز ليبين التميز في كل جانب من جوانب هذا الوطن المعطاء. ولذلك ما دام أنا مداخلتي اليوم حفراوية، نعم، وأفخر بأني أحد أبناء هذه المحافظة، أقول أول شيء حفر الباطن تسمى عاصمة الربيع. نعم. وأرى أن في هذه التسمية ظلم لحفر الباطن. حفر الباطن هي عاصمة للربيع، نعم، هي عاصمة للقيم، نعم، هي عاصمة للمؤسسات، نعم، هي عاصمة للعمل المؤسسي، نعم، ليست عاصمة للربيع فقط، بل ربيع متعدد بالعمل والعطاء. نحن نفاخر في حفر الباطن، وأنا مواطن في حفر الباطن، وفاخر بالعمل الحكومي المميز، فاخر بالعمل الخيري المميز، وفاخر بالقيم المميزة. جميل. وفاخر بالعمل الإعلامي المميز. حفر الباطن فيها عديد كثير من الإعلاميين، يعني فيها حفر الباطن ولله الحمد تميزت مثل ما قلت بأنها جزء من هذا البلد، وتميزت بالكثافة السكانية، وتميزت أيضا بالموقع المميز، ولذلك فهي واجهة للمملكة العربية السعودية، نفخر بذلك، ولذلك انعكس هذا على هذا البلد أو بأن يعني تكاملت فيها كل جوانب الربيع الحقيقية. ما شاء الله ما شاء الله، الله يعطيك العافية. وبعد يعني أرسلتوا لنا نماذج كذا ما شاء الله تبارك الله، جزاهم الله خير. لأن طال عمرك أول شيء قناة المجد، قناة خير وعطاء في هذا الوطن، وأنت بهذا الاستوديو رجل خير وعطاء، ولذلك لن يأتيك إلا أهل الخير والعطاء. الطيب ما يجيب إلا طيب. بس أبداً، هذه حكمة حقيقية. دكتور شلاش يعني أبشكيهم عليك، قلت لهم ليش ما جبتوا فقع؟ قالوا قلت ليش ما جبتوا فقع؟ قالوا ما بعد طلع شيء. اي لا شكواك يا مردودة، هذا يا طال عمر هذول الخبراء. اي ما يحتاج. بس شوف طال عمرك وللمستمعين وللمجد، اطلب منهم بالجاي ان شاء الله، يجي الموسم طيب ان شاء الله. بس راعي الفقع ما يعلم، يقولوا ما يعلم احد وين فيه الفقع. لا لا الحفراويين ابد يعلمون بكل شيء. الله يحفظك. شاكرين لك هالمداخله دكتور شلاش، شكرا جزيلا وليله سعيده. شكرا شكرا. شبكه المجد، القنوات الامنه للاسره.